مشاهدينا أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من تايم أوت على قناة رؤيا الأردنية. سنتحدث اليوم عن مباريات الأسبوع العاشر لدوري المناصير الأردني لكرة القدم وعن أبرز نتائج الدوري النسوي وجولة مع أهم الأخبار العالمية، فكونوا معنا في تايم أوت. بكم من جديد مشاهدينا، والبداية مع الأخبار المحلية، حيث تجري في هذه الأثناء قمتان مباريات الأسبوع العاشر من دوري المناصير الأردني للمحترفين لكرة القدم، حيث تجمع المباراة الأولى الوحدات والبقعة، ويسعى الوحدات إلى البقاء قريبا من المتصدر، فيما يسعى شباب الأردن لتعديل الترتيب على سلم الصدارة. وعلى الجهة المقابلة يلتقي حاليا المتصدر الفيصلي مع البقعة في مباراة قوية، حيث تشير النتيجة إلى الآن إلى التعادل السلبي، ويسعى الفيصلي إلى مواصلة الصدارة من بوابة البقعة الذي يسعى إلى الاقتراب أكثر من الصدارة. وأيضا تشير مباراة الوحدات وشباب الأردن إلى التعادل السلبي إلى الآن. وكانت المرحلة قد انطلقت يوم أمس، حيث تقدم الجزيرة خطوة مهمة نحو الأمام عندما اجتاز ضيفه العربي بهدف نظيف على استاد عمان في الوقت الذي تغلب فيه ذات راس في المباراة الثانية على المنشية بثلاثة أهداف لهدفين. وفي اللقاء الأخير كان التعادل السلبي سيد الموقف بين الجليل واليرموك بدون أهداف. يشارك سمو الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة القدم باجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويتخللها اجتماعات لعدد من اللجان إلى جانب المهرجان السنوي للاتحاد الآسيوي بحضور جوزيف بلاتر رئيس الفيفا، وذلك لاختيار أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2011، والذي يحضره أيضا السيد محمد عليان نائب سمو رئيس الاتحاد بدعوة من الاتحاد الآسيوي. كان الاتحاد الآسيوي أعلن عن القائمة المختصرة والتي تضم كل من اليابانيين شينجي وهوندا إلى جانب الكوريين كوجيا تشيبول ويوم كيهون والمدافع الإيراني هادي عقيلي ولاعب الوسط الأوزبكي سيرفر. دشن فريق عمان مشواره بالدوري النسوي لكرة القدم بانتصار ساحق على الاستعداد بنتيجة 15 هدفا في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الأسبوع الأول، وتعكس نتيجة وواقع المجريات التي دانت للفريق الفائز، وبهذه النتيجة وضع فريق عمان أول ثلاث نقاط في رصيده. ومن ملعب شباب الأردن أيضا خرج صاحب الأرض وضيفه الأرثوذكسي بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما المثير بهدفين لكل منهما. ويشار لنا الدوري النسوي يقام بين أربع فرق على أربع مراحل بنظام الدوري الكامل ذهابا وإيابا لكل مرحلة، على أن يتوج باللقب الفريق الذي يجمع أكبر قدر من النقاط، فيما يهبط صاحب المركز الأخير إلى دوري المستوى الثاني في الموسم المقبل. يبحث فرسان القفز عن الحواجز على اللقب الجائزة الكبرى في ختام الجولة الخامسة من الدوري العربي المؤهل لكأس العالم، ويترقب فرسان العرب موعد انطلاق الجولة الخامسة والتي سيشارك فيها حوالي 20 فارسا يتنافسون على نزع أقوى ألقاب البطولة، وهي الجائزة الكبرى لارتفاع حواجز 140 سنتيمتر، والتي يحصد فيها الفرسان نقاط الدوري العربي من أجل تعزيز المجموع وتحسين مواقعهم في الترتيب العام. ويأمل الفارس الأردني المخضرم هاني بشارات بأن يخطف لقب هذه الفئة، هذا وشهدت البطولة منافسة قوية على ألقاب الفئات تقاسم صدرتها فرسان سوريا ومصر. استكملت مباريات بطولة جوردن جو سبورت يوم أمس بإقامة مباراتين جمعت الأولى فريق الملكية الأردنية مع بنك الأردن وانتهت بالتعادل بأربعة أهداف للكل، وفي مباراة ثانية تعادل فريق مياه ألترا مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بخمسة أهداف للكل. وجرت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الدوري المجزأ للبطولة، حيث واصل فريق مياه ألترا تحقيق النتائج القوية بفوزه على البنك الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. في مباراة تمكن نجوم فريق مياه ألترا من السيطرة على
أجواء اللقاء والخروج بفوز غال ضمن من خلاله نقاط اللقاء، فيما تأجلت مباراة مال ترانس وبنك الأردن. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا لنهاية حلقة تايم أوت. يمكنكم متابعتنا عبر الفيسبوك @رؤيا سبورتس ومراسلتنا على إيميل البرامج الرياضية. أما الآن فستكونوا على موعد مع الزميلة المتألقة ليلى السيد وبرنامج الاقتصاد اليوم. إلى اللقاء.